اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما يليق بكماله وعد كماله. اللهم يسر أمورنا واستر عيوبنا، اللهم بلغنا مما يرضيك آملنا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجعل عواقب أمورنا إلى خير يا رب العالمين. أدخلنا في كل الأمور مدخل صدق، وأخرجنا من كل الأمور مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. حققنا بحقائق أهل القرب، واسلك بنا مسالك أهل الجزم، ويسر أمورنا، وارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا والمسلمين أجمعين برحمتك أرحم الراحمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح الرسالة القشيرية للإمام عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومكم، للإمام عبد الكريم القشيري المتوفى سنة 465 هجرية في ربيع الأول، يعني في القرن الخامس الهجري تقريبا، رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين أمين. باب أحوالهم عند الخروج من الدنيا، يعني أحوال الأولياء الذين ذكر بعضهم في رسالته وعلم أخبارهم من بعض تلامذتهم. يحكي لك حال هذا الولي عند وفاته، لأن معلوم أن الإنسان يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. فإذا كان غالب حال الإنسان المعصية يموت على المعصية، وإذا كان غالب حال الإنسان الطاعة يموت على الطاعة، ويبعث الإنسان على حالته عند وفاته. فإن كان من أهل الطاعة بعث مع أهل الطاعة، ونسأل الله أن يسلمنا وأن يجمعنا جميعا مع إمام الطائعين وسيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. باب أحوالهم عند الخروج من الدنيا. قال الله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، يعني طيبة نفوسهم ببذلهم مهجهم، لا يثقل عليهم رجوعهم إلى مولاهم. لأن الإنسان في حال النزع عندما يكشف له عن مقامه ورضا ربه عنه يسهل خروج الروح، تشتاق الروح للخروج. فقال الله فيها: والناشطات نشطة. أما إذا اطلع على غضب الله عليه، ونسأل الله أن يسلمنا وأحبابنا والمسلمين، تتفرق روحه في جميع أوصال جسده، فيحدث نوع نزاع بين ملك الموت وبين الروح في خروجها من الجسد. فضرب الله لها المثل وقال: والنازعات نزعا. فهم قال عنهم الله: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. قال في شرح كلمة طيبين: يعني طيبة نفوسهم ببذلهم مهجهم، لا يثقل عليهم رجوعهم إلى مولاهم. أخبرنا عبد الله بن يوسف الأصبهاني قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن عقبة الشيباني بالكوفة قال: حدثنا الخضر بن أبان الهاشمي قال: حدثنا أبو هبة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد ليعالج كرب الموت وسكرات الموت، وإن مفاصله ليسلم بعضها على بعض، تقول: عليك السلام تفارقني وأفارقك إلى يوم القيامة. لأن حصل نوع عشرة بين الروح وبين الجسد، هذا الجسد الذي كان بالنسبة للروح سببا لظهورها في عالم الملك، لأن لولا الجسد ما ظهرت الروح. فالروح تحتاج الجسد للظهور، والجسد يحتاج الروح للترقي، فكل يحتاج للآخر. فإذا عامل جسده على المعنى الذي فيه الترقي يصبح هناك ألفة بين جسده وروحه، ففي عند هذه الحالة يسلم الجسد على الروح في حال المفارقة. أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي قال: حدثنا أبو العباس الأصم قال: حدثنا الخضر بن أبان الهاشمي قال: حدثنا سوار قال: حدثنا جعفر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على شاب وهو في الموت، فقال: كيف تجدك؟ فقال: أرجو الله تعالى وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: شيئان لا يجتمعان في قلب عبد مؤمن في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. اللي هو حال الرضا والرجاء والخوف. وإن كان
معظم العلماء على اي حال في حال النزع يفضلون تغليب الرجاء في هذه الحالة. من احب لقاء الله احب لقاءه احب الله لقاءه. والانسان يحب لقاء الله بمعنى ليس معناه الا يخاف الموت، ولكن معناه عندما يكشف عن حاله، لان فكشفنا عنك غطاؤك فبصرك اليوم حديد، يرى موقعه من رضا الله عز وجل، فتشتاق الروح للقاء الله، هذا معنى احب لقاء الله. والاخر يرى موضعه من غضب الله فلا يحب لقاء الله، فنسأل الله ان يسلمنا. واعلم ان احوالهم في حال النزع مختلفة، كشف له في تلك الحالة ما اوجب له السكون وجميل الثقة، وبعضهم لا يظهر عليه لا هيبة ولا يظهر عليه رجاء، يعني بقى في سكون كأنه نائم. وده من رحمة ربك ان هو سبحانه وتعالى جعل احوال الاولياء والصالحين في الموت مختلفة تماما، تشبه احوال كل الناس حتى يستر كل الناس، حتى لا تكون هناك علامة مميزة تقول ان هذه هي علامة الولي والا فليس بولي. فهناك من الاولياء من يموت ويغلب عليه الخوف، ومن الاولياء من يموت ويغلب عليه الرجاء، ومنهم من يموت كأنه نائم لا تلاحظ عليه لا خوف ولا رجاء، كذلك سائر الناس. الخلاصة ان هي كذلك، لان ربك يستر وليه حتى في حال النزع، فيجعله يخفي حاله حتى في حال النزع، لان ارسل انبياء كريم ولكن لم يعلمنا الا ب25 اسم بس، لكن هل علمنا جميلا مقام الولاية؟ اخفاه الله في غالب مقام النبوة، مقام الولاية نبع الله سبحانه وتعالى في غالب الاحوال يخفي هذا المقام حتى احيانا عن الولي. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يحسن خاتمتنا. حكى ابو محمد الجريري قال حتى ان قالوا ان موت الفجاءة موت الصالحين وموت الفجاءة. شفت الستر بقى، عرفت كيف يستر عباده سبحانه. حكى ابو محمد الجريري قال كنت عند الجنيد في حال نزعه، وكان يوم الجمعة ويوم نيروز، يعني يوم عيد عندهم، وهو يقرأ القرآن فختمه، يعني مواظب على ورده الى اخر لحظة، مش انت مجرد تنشغل في شوية حاجات كده تقوم تلخبط في الورد بتاعك، لا يضيع الورد الا جهول، لان الورد ده عليه انت وارد على الله سبحانه وتعالى. فكان يقرأ القرآن فختمه، كان بيختمه كل اسبوع كل جمعة، وهو جاله النزع يوم الجمعة ختم برضه شغال. ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا كان رسول الله ربنا قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الجماعة بقى اللي يقول لك الصوفية بيقولوا احنا اترفع عنا التكليف، دول ما شافوش الصوفية اللي بحق بقى، ده شافوا شوية عالم دراويش الشيطان ضحك عليهم لانهم ما كانش ليهم شيخ وقالوا كلام فنسب الى الصوفية وهم منهم براء. الصوفي الحقيقي هو ماشي على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اخر لحظة والى اخر رمق. فقلت في هذه الحالة يا ابا القاسم، يعني في حالة النزع وانت مشغول قاعد تختم تريح نفسك شوية. فقال ومن اولى بذلك مني وهو ذا تطوى صحيفتي، يعني اولى الناس بان يواظب على الطاعة هي اللحظة دي، ده انت بتوقع بقى عليها خروج من الدنيا، فخلي التوقيع ده بعد ختمة قرآن احسن بعد ما تقعد تولول بين الناس وتشتكي. سمعت ابا حاتم السجستاني يقول سمعت ابا نصر السراج يقول بلغني عن ابي محمد الهروي انه قال مكثت عند الشبلي الليلة التي مات فيها، فكان يقول طول ليلته هذين البيتين كل بيت انت ساكنه غير محتاج الى السرج، وجهك المأمول حجتنا يوم يأتي الناس بالحجج. بيكلم ربه يعني حيثما الله معك فلا تأبه انت، يعني لا تأبه اين تكون، فاينما تولوا فثم وجه الله. والحقيقة ان الله مع الناس كلها، لكن مين من الناس اللي مع الله؟ دي قريبة المسألة، يعني العبرة انك انت اللي تكون مع الله، انما الله معك ده معك تأكد يعني، وهو معكم اينما كنتم، بس المهم تفيق وتستشعر هذا. وحكي عن عبد الله بن منازل انه قال ان حمدون القصار اوصى الى اصحابه الا يتركوه في حال الموت بين النسوان. النسوان دي كلمة فصيحة، المصريين في لغتهم العامية عندهم كلمة النسوان دي كلمة بذيئة، يعني لما يحب يشتم الستات يقول النسوان،
كأنها شتيمة، منها عادية، لغة فصيحة يعني في اللغة. فهم كانوا يتكلموا بالفصاحة، لما يجي واحد مصري يقراها ما يكونش دارس العربية يفتكر ان هي كلمة بذيئة. هو على اي حال يقصد ان عند خروج الروح النساء صبرهم ضعيف، ويقعدوا يولولوا ويقعدوا يصوتوا ويقعدوا يبكوا، فيجعلوه ينشغل بحالهم عما هو فيه من حال لقاء رب. فكان بيوصي ان هو في حال النزع يخرجوا الستات ما يقعدهمش حواليه، بدل ما يشغلوه يخلوه هو مع رب واحد. وقيل لبشر الحافي: وقد احتضر كأنك يا أبا نصر تحب الحياة، فقال: القدوم على الله عز وجل شديد. إذا ده كان يغلب عليه الهيبة، يعني كان في حاله يغلب عليه الهيبة. فلما لقوه كده كأنه خايف قالوا له: وانت بتحب الدنيا مثبت فيها؟ يعني المفروض ان والنشطات نشط. فقال لهم: القدوم على الله شديد. وقيل: كان سفيان الثوري اذا قال له بعض اصحابه اذا سافر: اتأمر بشغل؟ يقول: ان وجدت الموت فاشتره لي. لما يجوا يسافروا يقولوا له: عايز اي حاجة نجيبها لك؟ يقول لهم: والله لو لقيت الموت بيتباع اشتروه لي، لانه كان مشتاق الى الموت. فلما قربت وفاته كان يقول: كنا نتمنى. فاذا هو شديد لما جاء بقى وقت الجد، فنسأل الله ان يسره علينا. وقيل: لما حضرت الحسن بن علي بن ابي طالب الوفاة بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: اقدم على سيد لم اره. لم اره يعني لا اعرف حالي عنده سبحانه وتعالى، لان لا يأمن مكر الله الا القوم الكافرون. ولما حضرت بلالا الوفاة قالت امرأته: واحزناه. فقال: بل وطربائي. بدأ غلب عليه الانس. يبقى واحد يغلب عليه الانس، واحد يغلب عليه الهيبة، واحد يغلب عليه الخوف، واحد يغلب عليه الرجاء، كل على حسب حاله مع الله. فقال: بل وطرباه، غدا نلقى الاحبة محمدا وحزبه. وقيل: فتح عبد الله بن المبارك عينيه عند الوفاة وضحك وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون. كأن الله كشف له عن موقعه في الجنة. وقيل: كان مكحول الشامي الغالب عليه الحزن، فدخلوا عليه في مرض موته وهو يضحك، فقيل له في ذلك، فقال: ولم لا أضحك وقد دنا فراق ما كنت أحذره، وسرعة القدوم على ما كنت أرجوه وآمله. وقال رويم: حضرت وفاة أبي سعيد الخراز وهو يقول في آخر نفسه: حنين قلوب العارفين إلى الذكر وتذكارهم وقت المناجاة للسر، أديرت كؤوس المنايا عليهم فأغفوا عن الدنيا كإغفاء ذي السكر، همومهم جوالة بمعسكر به أهل ود الله كالأنجم الزهري، فأجسامهم في الأرض قتلى بحبه، وأرواحهم في الحجب نحو العلا تسري، فما عرسوا إلا بقرب حبيبهم، وما عرجوا عن مس بؤس ولا در. يعني بيكلم حاله مع الله وحال المؤمن المحب لربه، أنه في دوام السفر إلى الله، وأنه لم يسترح في السفر لحظة شوقا إلى الله. عرس يعني استراح ليلا. وقيل للجنيد: ان ابا سعيد الخراز كان كثير التواجد عند الموت، فقال: لم يكن بعجيب ان تطير روحه اشتياقا. وقال بعضهم: وقد قربت وفاته: يا غلام اشدد كتافي وعفر خدي. ثم قال: دنا الرحيل، ولا براءة لي من ذنب ولا عذر اعتذر به، ولا قوة انتصر بها، انت لي انت لي. ثم صاح صيحة ومات، فسمعوا صوتا استكان العبد لمولاه فقبيله. وقيل لذنون المصري عند موته: ما تشتهي؟ قال: ان اعرفه قبل موتي بلحظة. ان اعرفه يعني هل راض عني ام غضبان علي، ادي المعنى يعني. وقيل لبعضهم وهو في النزع: قل الله. فقال: الى متى تقولون قل الله وانا محترق بالله؟
يعني متى نسيت حتى أذكره. وقال بعضهم كنت عند ممشاد الدينوري فقدم فقير وقال السلام عليكم، فرد عليه السلام، فقال هل هنا موضع نظيف يمكن الإنسان أن يموت فيه؟ فأشاروا عليه بمكان، وكان ثم عين ماء، فجدد الفقير الوضوء وركع ما شاء الله تعالى ومضى إلى المكان الذي أشاروا إليه ومد رجليه ومات. يعني كأن ربنا معلمه العلامات دي. انت ما تعرف سير احوال صالحين كتير كانوا كده. ستنا نفيسه كانت برضو في اخر عهدها بالحياه كانت صائمه، وقالوا لها افطاري، قالت لا ده انا منذ يعني عشرات السنين اسال الله ان يقبضني وانا صائمه، تقوموا تقولوا لي افطر النهارده. وبالفعل تغتسل وتلبس احسن ثيابها، وبعدين قبل المغرب بلحظات تخرج الروح، يعني كانها تستعد لهذا. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول كان أبو العباس الدينوري يتكلم يوما في مجلسه، يعني كان بيعظ الناس في مجلس من المجالس، فصاحت امرأة تواجدا، فيبدو أنه قال كلمة لمست وتر في قلب امرأة تسمع الوعظ، فصاحت ما قدرتش تمسك نفسها من شدة ما تأثرت بهذه الكلمة، فقال لها موتي وريحينا بقى أدام هتفضحي الدنيا كده. فقالت المرأة، في رواية تانية قال إن كنت صادقة فموتي. فقامت المرأة فلما بلغت باب الدار التفتت إليه وقال قد مت، ووقعت ميتة. وقال بعضهم كنت عند ممشاد الدينوري عند وفاته فقيل له كيف تجد العلة، فقال سلوا العلة عني كيف تجدني، فقيل له قل لا إله إلا الله، فحول وجهه إلى الجدار وقال أفنيت كلي بكلك، هذا جزاء من يحبك. وقيل لأبي محمد الدبيلي وقد حضرته الوفاة قل لا إله إلا الله، فقال هذا شيء قد عرفناه وبه نفنى. ثم أنشأ يقول تسربل ثوب المنية لما هويته، وصد ولم يرضى بأن أكو عبده. وقيل للشبلي عند وفاته قل لا إله إلا الله، فقال قال سلطان حبه أنا لا أقبل الرشا، فسلوه بحقه لما بقتلي تحرشا. يبقى ده ناس غلب عليهم الشوق ولم يغفلوا عن إلا لحظة، فلما قالوا قل الله قل الله أو قل لا إله إلا الله هو عايش فيها، هو أصبحت يعني لا يغفل عنه، زي ما عبر عنها احد الشعراء وغنتها ام كلثوم لقيت روحي في عز جفاك بفكر فيك وانا ناسي، عبر عن هذا المعنى بس بلغة المصريين العادية، يعني هو لا ينسى لحظة، حتى لما يحاول ينسى يلاقي نفسه بيفكر فيه بطل وهو ناسي، فلا يغفل عنه لحظة. سمعت محمد بن احمد الصوفي يقول سمعت عبد الله بن علي التميمي يقول سمعت احمد بن عطاء يقول سمعت بعض الفقراء يقول لما مات يحيى الاستخري جلسنا حوله فقال له رجل منا قل أشهد أن لا إله إلا الله، فجلس مستويا ثم أخذ بيد واحد منا وقال له قل أشهد أن لا إله إلا الله، ثم أخذ بيد آخر حتى عرض الشهادة على جميع الحاضرين ثم مات. يعني هو اللي أقرارهم وبعدين هو مات. ويحكى عن فاطمة أخت أبي علي الرزباري لما قرب أجل أخي أبي علي الرزباري وكان رأسه في حجري فتح عينيه وقال هذه أبواب السماء قد فتحت وهذه الجنان قد زينت، وهذا قائل يقول لي يا أبا علي قد بلغناك الرتبة القصوى وإن لم تردها. يعني كأنه كان يعبد ربه مش للجنة، لا ده ربه، فربنا سبحانه وتعالى بيّن له مقامه. ثم أنشأ يقول وحقك لا نظرت إلى سواك بعين مودة حتى أراك، أراك معذبي بفتور لحظ وبالخد المورد من جناك. يعني أراك أنت بتعذبني ببعض زينة الدنيا، يعني لأن حتى أنشغل بهذه الزينة عنك، يعني اعتبر حتى زينة الدنيا عذاب لأنها قد تشغله عن حبيبه ومحبوبه. أراك معذبي بفتور لحظ
وبالخد المورد من جناك. ثم قال يا فاطمة، الأول ظاهر، يعني الكلام الأولاني البيت الأولاني واضح الناس كلها تفهمه، وحقك لا نظرت إلى سواك بعين مودة حتى أراك. والثاني اللي هو البيت الثاني فيه إشكال، ممكن ما تفهموش كويس، فيه إشكال، يبقى هم بيكلموا بالإشارة، يعني ممكن يتكلم حاجة يفهمها واحد والتاني يمكن ما يفهمهاش. أراك معذبي بفطور لحظ وبالخد المورد من جناك، يمكن بيغزل مراته، مراته كانت جميلة وبيحمد ربنا ان هو اداله هذا الجمال، وبالرغم من كده اعتبر ان جمالها ده كان يعذبه لانه يشغله عن رب، يحتمل هذا، ويحتمل ان هو كان عن زينة الدنيا مطلقة بما فيها زوجته، بما فيها الأموال، وبما فيها الشهرة التي ذاع فيها صيته، كل هذه الأشياء أشياء قد تشغله عن ربه. سمعت بعض الفقراء يقول لما قربت وفاة أحمد بن نصر رحمه الله تعالى، قال له واحد قل أشهد أن لا إله إلا الله، فنظر إليه وقال له لا تترك الحرمة للفارزية بحرمة مكة، يعني ايه لا تترك حرمة المشايخ، هل تظن في شيخك وهو عند هذه اللحظة انه ينسى لا اله الا الله؟ حافظ على حرمة شيخي، تأدب، يعني معنى لا تترك الحرمة، يعني حتى التلميذ زيك هيفكر واحد زي شيخك يعرف هو متى انساه حتى اذكره، فهمت المعنى؟ وقال بعضهم رأيت فقيرا يجول بنفسه غريبا والذباب على وجهه، يعني لقى واحد كده في مكان قفر لوحده وميت بيموت، يعني بيجود بنفسه بيطلع بالروح والدبان بيعف عليه. فجلست أذب الذباب، فجلست أذب الذباب عن وجهه، فراح هو بيخدمه بقى بينش عنه الدبان كده ففتح عينيه وقال من هذا؟ لا واحد قلقه بقى، يعني الدبان مش قلقه، اللي بينش الدبان هو اللي قلقه. وقال من هذا؟ انا منذ كذا سنة في طلب وقت يصفو لي فلم يتفق الا الان، جئت انت توقع نفسك فيه؟ مر عافاك الله، عايز ابقى انا بيني وبين ربي، سيبني انا في صفاء بيني وبين ربي، انت مالكش دعوة انت. وقال ابو عمران الاستخري رأيت ابا تراب في البادية قائما ميتا لا يمسكه شيء، يعني كأنه كان بيصلي في البادية لوحده من قيام، فخرجت روحه فضل قائم كده ميت، وده برضو كرامة له، كرامة، لان عادة ان الواحد لما هيموت وهو واقف يقع، لكن بيقول رأيته في البادية قائما ميتا لا يمسكه شيء. سمعت ابا حاتم السجستاني يقول سمعت ابا نصر السراج يقول كان سبب وفاة ابي الحسين النوري انه سمع هذا البيت، يعني ممكن واحد ينفعل من سماع معنى معين سواء حديث او آية او بيت شعر لدرجة انه ما يتحملش الوجد اللي يجيله فيموت. فبيقول ان ابي الحسين النوري سمع هذا البيت فمات، لازلت انزل في ودادك منزلا تتحير الالباب عند نزوله. فتواجد النودي، هي هنا النوري ولا النودي عندك ايه؟ النوري. فتواجد النوري وهام في الصحراء فوقع في اجمه قصب قد قطعت وبقي اصولها مثل السيوف، فكان يمشي عليها ويعيد هذا البيت الى الغداء والدم يسيل من رجليه، ثم وقع مثل السكران فتورمت قدماه ومات. يعني لما سمع البيت ده لازلت انزل في ودادك منزلا تتحير الالباب عند نزوله، اخذ الوجد خلاه يفقد احساسه حتى بجسده، ففضل ماشي كده يجري ويكرر البيت لدرجة ان دخل في حقل كان في قصب وقطعوه وسابه الاصول، القصب طالع كده زي الشوك، فبقى يمشي عليه برجليه ويتعور ويخر دم وهو يكرر البيت ومش داريان بنفسه، لدرجة ان ساقه وقدمه تورمت، وبعدين حصل له زي ما تقول دلوقتي بلغة الطب بقى تسمم دموي ومات بسبب هذه الخروح التي حدثت له. احنا المصريين نقول ايه؟ خدته الجلال، انجذب
المصريين يقولوا كده بلغة المصريين. الراجل انجذب خلاص، يعني خلاص فقد ايه انتباهه لنفسه وعقله، وصار بقى خلاص لا ينتفع به، لا ينتفع به خلاص، سيبه بقى ده، فلت مننا ومن نفسه حتى. وحكي انه قيل له عند النزع قل لا اله الا الله، فقال اليس اليه اعود. وقيل مرض ابراهيم الخواص في المسجد الجامع بالري وكانت به علة الاسهال، يعني كان عنده بطنه ماشي على طول، فكان كل شوية يخش الحمام ويطلع يتوضى، هو متعود قبل ما يتصيبه علة الاسهال دي ان كل ما يحدث يتوضى، فاصابته علة الاسهال يخش بالعشرين ثلاثين مرة في اليوم وهو رايح جاي يتوضى، رايح لما حيبوش فاصابته وكانت دي علة الاسهال، فكان اذا قام مجلسا يدخل الماء ويتوضى، فدخل الماء مرة فخرجت روحه لانه من شدة بقى رايح جاي اسهال ويتوضى اسهال ويتوضى لحد ما ايه اغشي عليه ومات. دليل ان هم كانوا بيحافظوا على عبادتهم اللي كانوا بيواظبوا عليها حتى في حال مرضهم اخذا بالعزيمة، يعني هو كان في حال عافيته لا ينقض وضوء الا يتوضى، زي سيدنا بلال هو اللي سن هذه السنة، قال ما احدثت حدثا الا وتوضأت وصليت بها ركعتين، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة من اجل هذه الخصلة، فكان هو مواظب عليه في حال عافيته، فلما اصابه المرض ده برضه فضل مواظب عليه، مش يقول انا مريض ده، يبقى دليل ان هم اهل عزيمة وكانوا لا يأخذون بالرخص الا في القليل النادر. سمعت منصورا المغربي يقول دخل عليه يوسف بن الحسين عائدا له بعدما اتى عليه ايام لم يعده ولم يتعهده. كان منصور المغربي مريض وكان يوسف بن الحسين بيعوده ويسأل عليه، كانوا اصدقاء، فالظاهر تركوا عدة ايام شغل عنه في مرضه وداخل تاني يعوده، فلما رآه قال للخواص اتشتهي شيئا؟ قال نعم قطعة كبد مشوي، انا عايز واحد يبقى كبده مشوي من اجلي، مش يسيبني ايام كده ما يسألش عليه، بيكلمه بالاشارة، بيكلمه بالاشارة، لان الانسان لما يكون ملهوف على حد يقول كبدي، مش كده؟ يعني كبدي عليك ايه انشوى او انهرى بلغة المصريين، حتى المرأة لما تشوف ابنها تعبان تقول ايه يا كبدي، مش كده برضو؟ انما افلاذنا اكبادنا تمشي على الارض، فيبقى هو يعني بيقول انا كنت عايز واحد يكون علي على يعني مشتاق الي وعنده حنو علي شديد حتى يعني يشوى كبده من اجلي، مش انت تسيبني ايام وجاي تقول لي عايز حاجة، احنا برضو بتوع كده تقعد جنبي، يعني كأنه بيلومه يعني. قال الاستاذ ابو القاسم لعل الاشارة فيه انه اراد اشتهي قلبا يرق لفقير وكبدا تشتوي وتحترق لغريب، لانه كالمستكفي ليوسف بن الحسين حيث لم يتعهده. وقيل كان سبب موت ابن عطاء انه ادخل مرة على الوزير، الوزير يعني زي ما تقول رئيس الايه المقاطعة اللي عايش فيها، يعني ممكن تقول عليه زي المحافظ دلوقتي، يعني هو عايش في القاهرة دخل على محافظ القاهرة، عايش في البحيرة دخل على محافظ، يبقى كأنه دخل لرئيس المنطقة اللي هو فيها. ادخل مرة على الوزير فكلمه الوزير بكلام غليظ، فقال له ابن عطاء اهدأ يا رجل، فأمر فضرب بخفه على رأسه فمات منه، يعني كأنهم كانوا لا يهابوا يقول قول الحق اهدأ يا رجل، فالوزير بقى قال له انا راجل زي كل الرجال، ايه راجل دي، ايه راجل دي، انت متعرفش انت بتكلم مين، وراح قلع الخف بتاعه يديله على دماغه لحد ما الراجل مات، يعني قول حق عند سلطان جائر تمشي برضه. سمعت محمد بن احمد بن محمد الصوفي يقول سمعت عبد الله بن علي التميمي يقول سمعت ابا بكر الدقي يقول كنت عند ابي بكر الزقاق بالغداء فقال الهي كم تبقيني ها هنا، فما بلغ الغداء الاولى حتى مات، زهق من الدنيا، بيقول للرب انت هتسيبني هنا لامتى يا رب، ما مرش عليه كم ساعه الا وخلاص انا الفراق، لو هتقولها يا عم اصبر شوية، الحياة فيها نوع نعمة لانها فيها بتترقى، تعرف ربك
بتصلح اللي بينك وبين ربك، يعني برضو مهلة، يعني مهلة كويسة، إن كنت في خير حتزداد خير، وإن كنت في شر فلما تطول بك الحياة يمكن تتوب، فأنت على كل حال هتبقى في خير. لكن دول بيغلبهم الأحوال ساعات، يعني بعض الأولياء يغلب عليه حال مثلا أنس أو حال رجاء، فيقول حاجة في ظاهرها تخالف المستقر في الشرع، وإن كان في الحقيقة هو حاله كان كده. زي ما سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في مرض وفاته قالوا لهم يعني نأتي إليك بالطبيب، كان قبل كده كل ما يمرض يقولوا نأتي إليك بالطبيب، يقول لهم هاتوا الطبيب، المرة دي رفض، قال لهم خلاص لا طبيب، فرفض العلاج. ورفض العلاج مش من السنة، مش كده برضو، لكن هو كان غالب حاله كده. فعلشان كده ما تحكمش على الناس بمجرد فعل واحد، يعني تلتمس لهم الاعذار. وحكي عن ابي علي الرزداري انه قال رأيت في البلية حدثا، يعني شاب سنه صغير، فلما رأني قال اما يكفيه، ده الحدث اللي بيقول له الشاب لسه صغير بيقول للشيخ ابو علي الرزداري اما يكفيه ان شغفني بحبه حتى علني ثم رأيته يجود بروحي، فقلت له قل لا اله الا الله، فانشا يقول ايا من ليس لي عنه وان عذبني بد، ويا من نال من قلبي منالا ما له حد. يعني الولاية مش متوقفة على سن معين، فممكن في اي سن تحدث الولاية. وانت عارف قصة الطفل بتاع اصحاب الاخدود، عارفها، حكاها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل، وكان صبي صغير غلام وبلغ من الولاية ما لم يبلغه اللي كان بيعلمه حتى الصلاح، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقيل للجنيد قل لا إله إلا الله، فقال ما نسيته فأذكره، وقال حاضر في القلب يعمره لست أنساه فأذكره، فهو مولاي ومعتمدي ونصيبي منه أوفره. سمعت محمد بن أحمد بن محمد الصوفي يقول، سمعت عبد الله بن علي التميمي يقول سألت جعفر بن نصير بكران الدينوري وكان يخدم الشبلي ما الذي رأيت منه، فقال قال لي علي درهم مظلمة وقد تصدقت عن صاحبه بألوف، فما على قلبي شغل أعظم منه. يعني كان بيقول ان فيه ظلمت واحد على في درهم، وبعدين ما عرفتش أقابله، حال بيني وبينه الزمن والمكان، فبقيت أتصدق بدراهم كثيرة بألوف وأهب ثوابها لي لعل ايه يعني يقبلها، وانا دلوقتي في لحظه مقابله الرب انا مش حامل هم الا الدرهم ده. والناس دلوقتي بتاكل ايه اموال الناس بالباطل، وهو يعني ضميره تمام مستريح، بل لو اداهم حقهم ضميره انبه، فنسال الله ان يسلمنا. ثم قال وضئني للصلاه، ففعلت فنسيت تخليل لحيته، بيقول له وضيني، هو على فراش موتي خلاص، فبيوضيه فوضاه، فنسي يعمل سنة من سنن ايه الوضوء تخليل اللحية، وقد امسك على لساني، وفي اللحظة دي ما كان فقد النطق، فقبض على يدي وادخلها في لحيتي عشان يخلل بيها لحيته وهي بالماء. يبقى كانوا محافظين على حتى اداب السنة الى اخر لحظة من حياته. اللي بيدعوا ان الصوفية جاهلة والصوفية هم اللي جاهل، معروش الصوفية احوالهم ولا عارفين. فقبض على يدي وادخلها في لحيته ثم مات، فبكى جعفر وقال ما تقولون في رجل لم يفته حتى في اخر عمره ادب من اداب الشريعة. سمعت عبد الله بن يوسف الاصبهاني يقول سمعت ابا الحسن بن عبد الله الطرسوسي يقول سمعت علوشا الدينوري يقول سمعت المزين الكبير يقول كنت بمكة حرسها الله تعالى، فوقع بي انزعاج فأغرقت أريد المدينة. ساعات الواحد يبقى قاعد كده وفجأة يجيله حاجة يبقى مش قادر يقعد في المكان ده، لازم يمشي، يسموها انزعاج لسبب غير معروف، تبقى مش عارف تقعد كويس. زي أنا مثلا مرة من عدة سنوات، من حوالي 4-5 سنوات، راجع البيت تعبان جدا طول النهار شغال، ويعني حموت عنه، بنتي الصغيرة قعدت تعيط عياط ما عيطتوش من يوم ما اتولدت، الصغيرة خالص كانت لسه مولود، أهل البيت مش عارف أنام،
ولو قعدت وانا تعبان كده هضطر اضرب. رحت خارج بقى سايب البيت، جالي انزعاج بقى، رحت خارج ماشي في البيت كده الساعة 12 بالليل، هروح فين؟ لو رحت حد من اخواتي هيقول ده متخانق مع مراته ده، ولا وقت مش وقت زيارة. لقيت نفسي ماشي بالعربية كده في شوارع القاهرة، في الاخر جاب بالي قلت اما اروح عند سيدنا الحسين اقعد يمكن يفتحوا الجامع قبل الفجر بساعة، اقعد اصلي الفجر وارجع انام. فالمهم جيت هنا عند سيدنا الحسين لقيت الجامع مقفول، رحت قاعد على في القهوة اللي ورا الميض اللي جنب الميض، بصيت لقيت واحد قريبنا من زمان بقالي اكتر من 10 سنين ما شفتوش ماشي. فسلمت عليه، طلع ان مراته ماتت في الولادة بقالها شهر وعنده 5 عيال ومعهوش اموال ينفقها وفي ضائقة مالية شديدة، حاجة غريبة كده. وانا سبحان الله من يومين واحد صديقي دكتور قال لي انا معايا اموال زكاة، خد ال1000 جنيه ديها لاي واحد شاء تعرفه، وكنت حطيتها في جيب، فقلت له يا عم خد، ودخلنا صلينا الفجر وروحت نمت. ادي معنى الانزعاج، شفت بقى معنى الانزعاج يا سيدي؟ ساعات يجي حاجة كده ما تعرفش، هو ربك اللي ساقك علشان ده رزقه كده بتحصل. فهو نفس الحكاية هنا بيحكي لك، فبيقول ايه؟ كنت بمكة حرسها الله فوقع بانزعاج فخرجت اريد المدينة، يعني مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصلت الى بئر ميمونة اللي هو حتة اسمها سارس مدفونة فيها ستنا ميمونة بعد مسجد التنعيم، مسجد ستنا عائشة بحوالي 5 كيلو كده في طريق المدينة، تجدها مدفونة في مقام على يعني يسار الطريق وانت متوجه للمدينة. فالمهم عند المكان ده بقى، فلما وصلت الى بئر ميمونة اذ انا بشاب مطروح، لقى شاب مرمي بيموت في المكان ده، فعدلت اليه وهو ينزع فقلت له قل لا اله الا الله، ففتح عينيه وانشأ يقول انا ان مت فالهوى حشو قلبي وبداء الهوى تموت الكرام، فشهق شهقة ثم مات. فغسلته وكفنته وصليت عليه، فلما فرغت من دفنه سكن ما كان بي من إرادة السفر فرجعت إلى مكة، لأن ربنا يعني أزعجه علشان يروح يكفن الجدع ده ويصلي عليه ويرجع، فهمها على طول سبحانه وتعالى. وقيل لبعضهم أتحب الموت؟ فقال القدوم على من يرجى خيره خير من البقاء مع من لا يؤمن شره. طبعا والله صدق، القدوم على من يرجى خيره خير من البقاء مع من لا يؤمن شره. وحكي عن الجنيد أنه قال كنت عند أستاذي ابن الكرندي وهو يجود بنفسه فنظرت إلى السماء فقال بعد، ثم نظرت إلى الأرض فقال بعد أو بعد، يعني أنه أقرب إليك من أن تنظر إلى السماء أو إلى الأرض، بل هو وراء المكان، يعني كأنه نظر إلى السماء يعني قبلة الإجابة الدعاء. فقال له أنت فاكره بعيد كده؟ هو ربك بعيد كده، ده أقرب من كده. فرح نزل للأرض، قال له أقرب كمان من كده، أقرب إليك من حبل الوريد، بل هو وراء المكان. ربك سبحانه وتعالى بيقول وهو أقرب إليه من حبل الوريد، في أكثر من كده، في أكثر أقرب منك من دمك اللي بيجري فيك. سمعت أبا حاتم السجستاني يقول، سمعت أبا نصر الطوسي يقول، سمعت بعض أصحابنا يقول، قال أبو يزيد عند موته ما ذكرتك إلا عن غفلة ولا قبضتني إلا على فترة، ما ذكرتك إلا عن غفلة ولا قبضتني إلا على فترة، يعني لا أذكرك إلا عندما تذكرني فأذكرك، فإذا غفلت أنا تذكرني فأذكرك، ولا قبضتني إلا على فترة، يعني إلا في حال راحة واستراحة. سمعت أبا حاتم السجستاني يقول، سمعت أبا نصر السراج يقول، سمعت الوجيهي يقول، سمعت أبا علي الرزداري يقول، دخلت مصر فرأيت الناس مجتمعين فقالوا كنا في جنازة فتى سمع قائلا يقول كبرت همة عبد طمعت في أن تراك فشهق شهقة ومات. وقيل دخل جماعة على ممشد الدينوري في مرض موته فقالوا ما فعل الله بك وما صنع؟
فقال منذ 30 سنة تعرض علي الجنة بما فيها فما أعرتها طرفي. وقالوا له عند النزع: كيف تجد قلبك؟ كيف تجد قلبك؟ فقال منذ 30 سنة فقدت قلبي. يعني ما بقاش له اشتهاء لشيء إلا ربه. سمعت محمد ابن أحمد ابن محمد الصوفي يقول: سمعت عبد الله ابن علي التميمي يقول: قال الوجيهي: كان سبب موت ابن بنان أنه ورد على قلبه شيء فهام على وجهه، فلحقوه في وسط متاهة بني إسرائيل في الرمل، ففتح عينيه وقال: ارتع، فهذا مرتع الأحباب. وخرجت روح. يعني خدته الجلالة بلغة المصريين، أو إيه، غاب عن الحس وصار جات له جذبة كده، فخرج يمشي في الصحاري والبراري لحد ما لقوه في سيناء في تيه بني إسرائيل، وقال: ارتع، فهذا مرتع الأحباب. وخرجت روحه. وقال أبو يعقوب النهرجوري: كنت بمكة فجاءني فقير معه دينار، فقال: إذا كان غدا فأنا أموت، فأصلح لي بنصف هذا قبرا والنصف الثاني لجهاز. ده واحد كده من المتصوفة بيقولوا عليه فقير، يسموه فقير يعني فقير إلى الله، يعني لا يتسبب من أجل أن يستغني بالدنيا، يسموه فقير. فقالوا فقير، اداله دينار، قال له: أنا حموت بكرة، نص ده توضب لي قبر والنص الثاني تجهزني. فقلت في نفسي: دخل الشاب، الظاهر الواد ده ملخبط، حد يعرف هيموت امتى؟ قال في نفسي كده، فإنه قد أصابته فقط الحجاز، الظاهر جاله كده دروخة ولا حاجة من الحاجات اللي بتحصل في العالم اللي قاعدين هنا من الشمس، ولا ضربة شمس، ولا دروخ، ولا أي حاجة بقى. فلما كان الغد جاء ودخل الطواف، ثم مضى وامتد على الأرض. بعد ما خلص الطواف هو مراقبه، لقى إيه، جاء على حتة أرض كده في الحرم وراح نايم. فقلت: هو ذا يتماوت، عامل نفسه ميت. فذهبت إليه فحركته فإذا هو ميت، فدفنته معاه بقى الدينار، عمل الشغل المطلوب، فدفنته كما أمر. وقيل لما تغيرت الحال على أبي عثمان الحيري مزق ابنه أبو بكر قميصا، ففتح أبو عثمان عيني وقال: يا بني، إن خلاف السنة في الظاهر من رياء في الباطن. هو بقى أبوه بيموت وعايز بقى يظهر قدام الناس إن هو يعني زعلان على أبوه، فرح مزق ثوب، قال له: يا ابني، أنت لما تخالف السنة في الظاهر ده رياء في الباطن، عشان الناس يقولوا عليك إنك أنت يعني زعلان على أبوك، يعني ده اسمه كلام، يعني بتعمل كده عشان الناس تقول عليك كده، فهمت؟ فمخالفة السنة في الظاهر دليل على رياء في الباطن. حتى الناس الوقت لما يروحوا العزاء الستات يصوتوا، يبقوا قاعدين بيتكلموا، اول ما يقابلوا اهل الميت الصوت يشتغل، رياء في البطن، مش كده برضو؟ عشان يعني يجاملوهم، يعني يجاملوهم، بتحصل، كلامهم مظبوط، ومعروف ان رفع الصوت عند المصيبة منهي عنه، فهو مخالف للسنة وما يتعملش الا رياء في البطن من اجل بقى ايه، يعني المجاملات. وقيل دخل ابن عطاء على الجنيد وهو يجود بنفسه، فسلم فأبطأ في الجواب. دخل ابن عطاء على سيدنا الجنيد وهو على فراش موته، فسأل: السلام عليكم. قعد ما ردش الشيخ، تأخر شوية، وبعد كده بعد مدة قال له: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقال: اعذرني، فلقد كنت في وردي، يعني أخرت الرد لحد ما خلص وردي ده. ثم مات، كان بيختم، احنا لسه قايلين يعني كانوا مواظبين على العبادة الى اخر لحظة. وحكى ابو علي الرزباري قال: قدم علينا فقير فمات، فدفنته وكشفت عن وجهه لاضعوه في التراب ليرحم الله عز وجل غربته، ففتح عينيه بعد ما مات وهو بيكشف عن وجهه بيدفنه، ففتح عينيه وقال: يا ابا علي، اتدللني بين يدي من دللني؟ يعني انت بتدلعني عند اللي بيدلعني، عند ربي، يعني يدلعني يعني ايه؟ يعني يعمل لي فوق مرادي، ادي معنى يدلعني بلغة المصريين. ليه يدلل؟ يقول لك دلل فلان، يعني يديله فوق مرادي دون ان يطلب. فقلت: يا سيدي، احياء بعد موت؟ في حد بيتكلم بعد ما مات؟ فقال لي: بل انا حي، وكل محب لله عز وجل حي، لأنصرنك غدا بجاه يا رزباري. يعني يوم القيامة هشفع فيك أنا بجاه عند الله يا رزباري،
الجميل اللي انت عملته فيها يعني عشان دفنتني وكده. ويحكى عن ابن سهل الاصفهاني انه قال: اترون اني اموت كما يموت الناس مرض وعيادة وانما ادعى؟ تفكرين ان انا هموت زي ما الناس كده بتموت اعيا والناس تيجي تزورني وبعدين فين اموت؟ لا، ده هو هيقول لي تعالى اقول له حاضر، وانما ادعى فيقال يا علي فاجيب. فكان يمشي يوما فقال لبيك ومات. يعني ايه يعني كان ربنا بيكشف لهم عن احوالهم. سمعت محمد بن عبد الله الصوفي يقول: سمعت ابا عبد الله بن خفيف يقول: سمعت ابا الحسن المزين قال: لما مرض ابو يعقوب النهرجوري مرض وفاته، لما مرض ابو يعقوب النهرجوري مرض وفاته، قلت له وهو في النزع: قل لا اله الا الله. فتبسم الي وقال: اياي تعني؟ ده انا برضو اللي هقول. اياي تعني وعزه من لا يذوق الموت ما بيني وبينه الا حجاب العزه. وانطفأ من ساعته. فكان المزين يأخذ بلحيته ويقول: حجام مثلي يلقن أولياء الله الشهادة؟ وخجلتاه منه. وكان يبكي إذا ذكر هذه الحكاية. يعني بقول بقى واحد زي أنا اللي ذكر أولياء الله برضه. لما مرض أبو يعقوب النهرجوري مرض وفاته، قلت له وهو في النزع: قل لا إله إلا الله. فتبسم إلي وقال: إياي تعني؟ ده أنا برضه اللي هقوله. إياي تعني وعزة من لا يذوق الموت ما بيني وبينه إلا حجاب العزة. وانطفأ من ساعته. فكان المزين يأخذ بلحيته ويقول: حجام مثلي يلقن أولياء الله الشهادة؟ وخجلتاه منه. وكان يبكي إذا ذكر هذه الحكاية. يعني بقول بقى واحد زي أنا اللي ذكر أولياء الله برضه. أنا إيه اللي لخبطته ده؟ أنا إيه العك اللي عكيته ده؟ ده إيه يلوم نفسه يعني؟ ما هو الحجامين كانوا زمان الحلاقين، ما هو المزين احنا نقول عليه مزين دلوقتي، اللي هو الحلاق يعني، كانوا زمان هم الجراحين، يعني اصل الجراحين كانوا حلاقين مش كده؟ قبل الجراحه ما تبقى طب كان اللي قايم بيها هم الحلاقين، يفتح الخراريج ويطهر العيال ويمسك البواسير يربطها ويخلع الدروس ويحلق الشعر، يعمل كل حاجه، هو الحلاق بيعمل كل حاجه، حلاق الصحه يسموه، كانوا زمان يسموه حلاق الصحه. فهو بقى بيلوم نفسه ويقول: حجام مثلي، لانه بيعمل حجام، يقوم يذكر اولياء الله يعمل كده، ده اسمه كلام. وقال ابو حسين المالكي: كنت اصحب خيرا النساج سنين كثيره، كنت اصحب خيرا النساج سنين كثيره، فقال لي قبل موته بثمانيه ايام: انا اموت يوم الخميس وقت المغرب وادفن يوم الجمعه قبل الصلاه. وستنسى هذا، انا بقول لك، بيقول له كده هتنسى برضه، يعني مش هتحضر برضه. في بعد كده مواعيد واضحه. انا اموت يوم الخميس وقت المغرب وادفن يوم الجمعه قبل الصلاه، وستنسى هذا فلا تنسى. قال ابو الحسين: فانسيته الى يوم الجمعه، فلقياني من اخبرني بموته، فخرجت لاحضر جنازته، فوجدت الناس راجعين يقولون: يدفن بعد الصلاه. فلما انصرف وحضرت فوجدت الجنازة قد أخرجت قبل الصلاة كما قال، الحدفن قبل الصلاة، يعني هو نسي انه مات، فماشي قالوا له فعلا مات وحندفنه بعد الصلاة، فروح عمل مشوار على انه يرجع بعد الصلاة، رجع لقاه طلعوه قبل الصلاة زي ما هو قال ودفنوه برضه. فوجدت الجنازة قد أخرجت قبل الصلاة كما قال، فسألت من حضر وفاته، فقال انه غشي علي ثم أفاق، ثم التفت الى ناحية البيت وقال: قف عافاك الله، فإنما أنت عبد مأمور وأنا عبد مأمور، كأنه شاف ملك الموت بقى. قف عافاك الله، فإنما أنت عبد مأمور وأنا عبد مأمور، والذي أمرت به لا يفوتك، والذي أمرت به يفوتني. فدعا بماء فجدر وضوءه وصلى، ثم تمدد وغمض عينيه فرؤي في المنام بعد موته. يعني لما جاء ملك الموت قال له: طب انتظرني لحظة، انت هتاخدها، سيدينا انا فرصه. راح قايم اتوضى وصلى ركعتين ومدد نفسه وسلم نفسه. فرؤي في المنام بعد موتي، فقيل له: كيف حالك؟ فقال: لا تسل، ولكني تخلصت من دنياكم الوضره. لما شافوه في المنام
يقولوا حالك ايه؟ قال له ما تسالنيش، لكن المهم خلصت بالدنيا بتاعتكم الوابره. فذكر ابو الحسين الحمصي مصنف كتاب بهجه الاسرار انه لما مات سهل بن عبد الله انكب الناس على جنازته، وكان في البلد يهودي نيف على 70، يعني يهودي عجوز عدى 70. فسمع الضجه، سمع ضجه الناس في الجنازه، فخرج لينظر ما كان. فلما نظر الى الجنازه صاح وقال: اترون ما ارى؟ اليهودي ربنا جعله من اهل الكشف، شاف الملائكه نازله. فبيقول للناس: اترون ما ارى؟ بقى والي في لحظه. فقالوا: لا، ماذا ترى؟ فقال: ارى اقواما ينزلون من السماء يتمسحون بالجنازه، يعني الملائكه نازله تتبرك بيه. ايه ده؟ ثم انه تشهد واسلم وحسن اسلام، يعني ربنا بيجعل الناس تدخل في الاسلام على يد الولي بعد وفاته. يبقى لا ينتفع بالولي بعد وفاته؟ او انتفع في اكثر من يهودي اسلم، ربنا جعله من اهل الكشف. سمعت الشيخ ابا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت ابا جعفر بن قيس بمصري يقول: سمعت ابا سعيد الخراز يقول: كنت بمكه فجزت يوما بباب بني شيبه. باب بني شيبه ده باب من ابواب الحرم في جهه المسعى. فرايت شابا حسن الوجه ميتا، فنظرت في وجهه فتبسم في وجهي وقال لي: يا ابا سعيد، اما علمت ان الاحباء احياء وان ماتوا، وانما ينقلون من دار الى دار؟ بيكلموا بعد ما مات. وسمعته يقول: سمعت ابا بكر الرازي يقول: سمعت الجريري يقول: بلغني انه قيل لذنون المصري عند النزع: اوصنا. فقال: لا تشغلوني، فاني متعجب من محاسن لطفه، يعني شاف لطف الله به فمتعجب، ما تشغلينيش بقى الاسئله واجابات دلوقتي. وسمعته يقول: سمعت عبد الله بن محمد الرازي يقول: سمعت ابا عثمان الحيري يقول: سئل ابو حفص في حال وفاته: ما الذي تعظنا به؟ فقال: لست اقوى على القول. ثم راى من نفسه قوه فقلت له: قل حتى احكي عنك. فقال: موعظتي الانكسار بكل القلب على التقصير، يعني باستمرار تشعر في نفسك بالتقصير حتى تلقى ربك بقلب منكسر فيجبرك.